ورحمة الله تعالى وبركاته. بص يا فندم، ان شاء الله باذن الله ده سيستم فيلا مركزيه، ان شاء الله باذن الله خزان بالضغط الميكانيكي، وحده تحليه، موتور لللاندسكيب، موتور للفيلا نفسه. قرب معايا كده، بص عشان ما نتوهش من بعض، انا عملت لك مجموعه المحابس دي كلها والسيستم. لو محبس اتفتح غلط واتقفل غلط الدنيا باظت مننا. ركز معايا، محبس ميه دخول عمومي ده اللي جايه من الشارع من الكومباوند، تمام كده؟ جينا حطينا الفلتر، الجهاز العداد بتاع مدينتي، خلاص بفلتر واي رمله، دخلنا على شيك بلف الدخول، تمام كده؟ الشيك بلف وزع لنا الدخول بتاعي، تمام؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عندي موتور الميه وعندي وحده تحليه اهي، هات وحده التحليه. وحده التحليه اهي في فلتر مركزي بيدي الفيلا كلها ميه مركزيه بالتحليه، يعني بيحلي الميه معانا، تمام؟ تعالى كده. بص يا باشمهندس، تعالى كده هنا، شايف الكلمة دي ولا تروح لها من هناك؟ المحبس ده بتاع وحدة، ده الدخول لوحدة التحلية، وده الخروج بتاع وحدة التحلية. دلوقتي لو أنا عايز أشغل وحدة التحلية بفتح لها دخول وتجيب لي خروج، تمام كده؟ يبقى أنا مشغل الفيلا على التحلية. طب دلوقتي إحنا التحلية إذ وليكن فيها مشكلة فقفلنا عليها، هنسيب الفيلا من غير مية؟ لأ، هتلاقي هنا، تعالى بقى من الناحية دي، هتلاقي هنا محبس باي باس ووحدة التحلية. لو وحدة التحلية معايا مقفولة وفيها مشكلة، بفتح المحبس ده بيديني مية على الموتور الجراندفوس سكارتو، بيطلع لي مية محبس خروج للموتور ويروح يودي على الفيلا معايا، تمام كده؟ يبقى أنا عندي وحدة التحلية فيها مشكلة، بفتح الباي باس. طب وحدة التحلية سليمة، بقفل المحبس الباي باس وبفتح المحبسين دول، واحد دخول والتاني خروج، الموتور يسحب من وحدة التحلية. يبقى الموتور بيسحب من وحدة التحلية لو ده مفتوح زي كده، يعني ده مفتوح بيديني مية معايا. طب احنا وحدة التحلية معانا فيها مشكلة فعشان كده احنا قافلينها، يبقى هنفتح بالباي باس. ركز معايا، وحدة التحلية فيها مشكلة، بفتح المحبس ده. طيب الموتور شغال معانا زي الفل. طب الموتور عطل ووحدة التحلية عطلانة، هنعمل ايه حضرتك؟ هنقفل المحبس ده ونقفل المحبس ده اهو، ونفتح المحبس ده. تعالى من هنا كده، نفتح المحبس ده اللي هو وحده، اللي هو باي باس الموتور، محبس الباي باس بتاع الموتور. يبقى انا هفتح المحبس ده، يبقى المحبس اللي هو ال 50 مللي ده ما بيتفتحش الا اذا الموتور ده فيه صيانه وقفلت عليه الميه. اوعى نتلخبط في فتحه المحابس، هنقول تاني، المحبس ده باي باس الموتور، لو هفتحه يبقى انا هاخد الضغط اللي جاي من الشارع، ماليش علاقه بالموتور. ده لازم يكون مقفول طول ما الموتور شغال معايا زي كده. تعالى من هنا كده، طول ما الموتور شغال معايا انا المحبس الباي باس هناك مقفول، ده بتاع وحده التحليه هي فيها عطل دلوقتي فاحنا قافلنا، شغلنا الفيلا تاني كده. المنطقه دي كده خلصت معانا. تعالى كده، المحبس ده اللي بيملى الخزان، الخزان اللي فوق الفيلا لو هو فيه صيانه وعايز تقفل عليه ميه، هقفل المحبس ده. طول ما الخزان شغال معانا ماليش علاقه، هسيب المحبس مفتوح. ده شيك بلف بوابه، لازم نعمل صيانه كل فتره ما على البوابه عشان ما تعلقش معايا، عشان البوابه ما تعلقش معايا. طبعا المحابس دي، تعالى كده، محبس 2 3 محبس دخول سخان مركزي. انا عندي في سخان مركزي فوق وفي غلايه كهرباء، في سخان غاز، غلايه غاز وسخان كهرباء، والبتاع السخان بتاع الاندر فاور هيتنج التدفئه، التلات مواسير دول طالعين رايحين ليها اهي. المحبس ده محبس بارد بتاع الفيلا، لو انا قفلت المحبس ده الفيلا عندي كلها مفيش فيها ميه، بس كل رايزر عليه محبس، بس ده اللي ايه، اللي من لوحه التحكم بتاعه الفيلا معايا هنا. المحبس ده طول ما هو مقفول الفيلا مفيش فيها ميه، المحبس ده لازم يكون مفتوح، والثلاث محابس دول لازم يكونوا مفتوحين لا محاله. ده محبس رابع احنا عاملينه ايه، كانوا بناخد منه حنفيه نغسل بيها حاجه او الكلام دوت، تمام كده؟ طيب المواسير دي كلها والشبكه دي كلها، لو انت جيت كملت معايا، لو انت جيت كملت معايا هنا في اللوحه دي، انا عندي تجميعة محبس راجع حمامات، ما تلعبش في اي حاجه في المحابس دي طول ما هي في نص الفتح، احنا ظبطينها على القلاب بتاع الميه السخنه معانا. ده محبس راجع حمامات، محبس راجع تدفئه، ركز معايا، ما لعبش في المحابس دي خالص،
محبس سخن تدفئه، يبقى الماسورتين دول راجع وسخن بتوع التدفئه، وده محبس راجع حمامات برضو، وده محبس الميه السخنه بتاع الحمامات. لو المحبس ده اتقفل الحمامات عندك مفيش فيها ميه سخنه خالص، تمام كده. وده محبس الراجع وده محبس الراجع. طبعا اللوحه دي كلها مش هتلعب في اي حاجه ولا اي حد له صيانه في الباب الصغير ده. هنا احنا قلنا ايه؟ لو انا عندي اهم حاجه في ميه الدخول بتاعه الفيلا، ميه دخول الفيلا، لو انا عندي الموتور وعندي الفلتر المركزي، طول ما هو الميه شغاله ما نلعبش في المحابس. بص بقى الوضع الطبيعي للمحابس بتاعنا تاني اهو عشان ما نتوهش من بعض. المحبس ده على وضعه كده لازم يكون مفتوح. انا هنا طول ما وحده التحليه بايظه انا هقفل المحبسين دول، لو وحده التحليه سليمه شغاله معايا هقفل المحبس ده وافتح الاثنين دول. الوحده التحليه بايظه هسيبهم مقفولين وافتح عشان ادي الموتور معايا ميه. طب الموتور ده عطل في مشكله، هنعمل ايه؟ هنقفل المحبسين دول ونفتح المحبس البوصه ونص ده، هنفتح المحبس البوصه ونص اللي هو الباي باس يدي ميه للفيلا معانا، تمام كده. طيب نفتح دي تاني كده اهو ونفتح دي تاني كده اهو، يبقى دي كده الوضعيه الطبيعيه للمحابس معايا. طيب مجموعه المحابس اللي تحت ديت يا باشمهندس، تعالى كده انزل. بص يا باشمهندس، ده محبس دخول لموتور انا عندي في موتور اللاندسكيب هناك اهو، ده موتور الزراعه، ده محبس دخول لموتور الزراعه يدي الموتور ميه، وده يجيب من الموتور ميه، محبس خروج موتور الزراعه. طيب ده محبس الباي باس، لو انا عندي مشكله في موتور الزراعه هقفل المحبسين دول وافتح المحبس ده يديني للري، محبس دخول للري، وهنا محبس دخول الشلال، تمام كده. يبقى انت سيادتك اهو تاني، هنقول تاني حضرتك، ده المحبس الباي باس، طول ما الموتور فيه مشكله انا قفلت على الموتور وهاخده صينه، اروح لك جاي فاتح الباي باس. طب الموتور شغال معايا كويس، هقفل المحبس الباي باس وافتح الدخول والخروج من الموتور، وده محبس اللاندسكيب. طب المحبس الهانتر اللي في الارض هناك بتاع الري فيه مشكله، هقفل له من هنا كده. طول ما الري اللاندسكيب شغال معايا كويس انا فاتح المحبس ده، عندي صيانه في محبس الهانتر هقفل المحبس ده. طيب الشلال، انا عندي شلال وعندي حنفيه بتخدم الجراج، لو حنفيه الجراج فيها مشكله هقفل المحبس بتاع دخول الشلال، الشلال وحنفيه الجراج على محبس واحد. الحنفيه اللي بغسل الجراج منها بايظه هقفل المحبس ده عم اصلحها، ما تلعبش في اي محابس تانية. المحبس بتاع الشلال فيه مشكله هقفل المحبس ده، الدنيا شغاله كويس خلاص انا فاتح الميه كويس. يبقى المجموعه اللي من تحت دي بتاعه الشلال والموتور اللاندسكيب. بصوا هنا بقى، تعالى لو جيت هنا كده حضرتك، ده الموتور بتاع اللاندسكيب، انا عندي موتورين في الفيلا، موتور لللاندسكيب وموتور للفيلا. ليه عملنا موتورين؟ عشان الميه ما تضعفش لما جاس الزرع بتاع اللاندسكيب والجنينه الاماميه والخلفيه، الميه ما تضعفش معايا وتفضل الميه قويه من الموتور بتاع الاسكراتو هناك اهو، والزرع معايا من الموتور التاني، ومش هينفع اخلي الزرع يشرب من الموتور من الميه المفلتره، يبقى الزرع بيشرب من الميه اللي جايه فريش من بره عادي. ده السيستم من تحت، وهطلع فوق اشرح لسيادتك السيستم من فوق عشان اي محبس هيتفتح غلط هيلخبط الدايره هيبوظ الدنيا كلها معايا.